اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن عدوهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من سلسلة محاضرات التي تقيمها هيئة العدل المنتظر للتعليم الديني، وهي من المحاضرات المختلفة، وكانت محاضرات أخلاقية ومحاضرات فقهية. نحن اليوم أمام محاضرة جديدة تحت عنوان الاستهلال. نستضيف أحد أقطاب الفقه في البحرين، وهو فضيلة الشيخ هاني البناء، ليثرينا في هذا الموضوع ولأهمية هذا الموضوع، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الاختلاف بين المراجع في البنية. فمثلا منهم من يذهب إلى العين المسلحة أو العين المجردة أو الحسابات الفلكية، ولما يترتب عليه من حكم شرعي في الصيام والإفطار. فهذه المحاضرة ذات أهمية كبيرة، فنستقبل فضيلة الشيخ هاني البناء مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير يا طيبين يا أهل المرخ. اللي يجيكم يدخل سرور. حديثي أيها الأحبة حول الهلال والجدل الذي نعيشه كل سنة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الحديث في أكثر من نقطة. النقطة الأولى، لماذا نختلف في الهلال؟ لماذا الشيخ الفلاني ثبت الهلال، الشيخ العلاني ما ثبت؟ هل الاختلاف سببها الشيخين؟ لولا الاختلاف أكبر من هذا الأمر. الحقيقة، الأول سبب من أسباب الاختلاف هو فتوى الفقهاء. هذا الفقيه عند كذا، هذا الفقيه عند رأي مختلف. إحنا نبي نعرف ليش الفقهاء يختلفون. أنتم مو كلكم تأخذون من القرآن والسنة، والسنة هي كلام النبي وأهل بيت عليهم السلام. أكل كتب عندكم نفسها. أنت يا مرجعنا رقم واحد قرآن عندك نفس الطبعة إلا عند المرجع الثاني، والروايات هي الروايات. ليش تختلفون؟ أنا بخليكم في صورة ليش يختلف الفقهاء في الهلال وغير الهلال، على أساس نعذرهم. لأن ساعات واحد يقول يعني المراجع ما يثقون في بعض، السيد الخامنئي ثبته والسيستاني ما يقبل. لا، عندهم ثقة ببعض، بس كل واحد ليه فهمه للنصوص. أول سبب من أسباب اختلاف الفقهاء اختلاف اختلاف الروايات. شيء الروايات مو من المعصوم، والمعصوم ليش يختلف مع المعصوم؟ رواية تجي من المعصوم، ورواية من المعصوم ثاني غير. أي في أسباب لاختلاف الروايات، أنا أذكر باختصار. أول سبب من أسباب اختلاف الروايات تقية. أنا بنقل لك رواية نقلها صاحب الحدائق
بتشوف شلون الإمام يتعمد يجيب أجوبة غير بعض الإمام الصادق. الرواية زرارة يقول كنت قاعد ويا الإمام الباقر، جاءه رجل فسأل، أولا أنا يقول سألت سؤال فجاوبني الإمام، ثم جاء رجل آخر وسأل نفس السؤال. إنزين توي سائل، هذا مو كان حاضر، الحين حضر سأل نفس السؤال، إلا الإمام يجاوب جواب غير للترفي خاطري، يعني هو معصوم والمعصوم ما ينسى. حين أنت ومجاوبني بنفس المجلس بجواب وحين جواب غير، طلع هالرجال جاء رجال آخر، هذا السؤال حين الثالث يجي يسأل، أنا والأول والثاني فلان والثالث رجل جديد نفس السؤال، ولا الإمام بعد جاوب جواب ثالث، لا هو نفسي والنفس اللي عقبي، هذا هو ثلاثة أجوبة في مجلس واحد، من معصوم؟ يوم طلعوا واللي سألوا ظليت يا الإمام، قلت يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم، هسا احنا نفهم انك في التقية سيدي ناس ما تعرفهم تجاوبهم جواب غير، يمكن عيون للسلطان، لكن كلهم شيعتك الثلاثة، رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت صاحبه، فقال يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لكم، خير لنا ونب نبقيكم لا يقتلونكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد كلكم نفس العمل ونفس الفتوى لصدقكم الناس علينا، قالوا هاي شيعة وهذا كذا، ولكان أقل لكان أقل لبقائكم أو بقائنا وبقائكم، كان يأخذونكم ويقتلونكم ويقتلوننا احنا بعد. فالإمام ما ينبي الشيعة تتوحد في العمل حتى لا يتميزون ويقتلوا، خلنا نختلف في هلال في مسألة بس نبقى نحافظ على التشيع. فالأئمة كانوا خايفين من وحدة الكلمة بطريقة تميز الشيعة ويقتلون. انت شفت لما طاح صدام قالوا هلال شيعي وهلال شيعي، ما في هلال شيعي بس هم يتوجسون. فالأئمة من قبل فاهمين الحقيقة وقاعدين يعطون أجوبة مختلفة حتى الاختلاف يضيع الحسبة ما يبين التشيع. الآن خب التشيع برز صار قوي، بس في زمن الأئمة كان التشيع تحت الرصد من أكبر رجل في الشيعة وهو الإمام ومن بعد كل مرصودين. فأول سبب هو التقية. السبب الثاني لاختلاف الروايات أن الأئمة ما كانوا يبينون الأحكام في مجلس واحد، يقسطون، مرة يعطيك اللي فطر كذا وكذا يجيب ثلاثة أشياء، مجلس ثاني يجيب بقية، كان يدرجون لمصالح الآن مو وقت التطرق لها. بعد من ضمن أسباب اختلاف الروايات أن الأئمة أذنوا للرواة أن ينقلون بالمعنى. تخيل الإمام الصادق يتكلم وقاعدين أربعة، كل واحد مسموح لي ما ينقل ألفاظ الإمام، يلي ينقل اللي فهمه بصياغته. هني المشكلة، يركب شيخ عيسى قاسم يلقي كلمة يطلع كل واحد يقول أنا فهم كذي، لا مقصودة كذي، ليه ما بعد تورطوا بأن البعض يطلع كل واحد فهم شيء، واحد يقول ليش الأئمة سمحوا لهم، كان قالوا لهم ممنوع يا تحفظ يا ما تنقل، لو الأئمة اشترطوا اشترط ما وصلنا شيء، من اللي يحفظ كل هالعلم؟ فكانوا ينقلون معاني اللي سمعوه. فإذا الإمام أذن لهم لأن المصلحة تقتضي أن يسمح لهم، لو ما سمح لهم نخسر واجد روايات، كل واحد يقول أنا والله شكيت كلمة الإمام هل أفضل هل أفضل ما بنقل، ما يجوز، مشكل. فلما أذنوا لشيعتهم أن ينقلوا بالمعنى، فطلع علينا كل واحد فاهم شيء وصارت الروايات مختلفة. بعد من ضمن الأسباب اللي خلت الروايات مختلفة أن بعض أصحاب الأئمة مو عربي مثل عمار الصاباطي وأمثاله، إذا يجي صيغ الرواية يصيغها مي مضطربة، شفت واحد عجمي كيف يتكلم،
بعض أصحاب الأئمة يسمونهم موالي، جايبينهم عبيد اشتروهم الأئمة واعتقوهم وعلموهم، فإذا يجي صيغ الرواية صيغها مي كلش مضبوطة، سب لنا تشويش. في العلماء يذكرون أمثلة لبعض الرواة اللي إذا نقل الروايات هي تشويش. بعد بعض الأحيان الراوي ما ينقل الموجود كامل، ينقل شيء خرب الشغل كله. أنا أضرب مثال، في رواية تقول إن الله خلق آدم على صورته، بعض إخواننا السنة يقول لك الله شكل شكل الإنسان، كيف الله نفس الإنسان؟ قال لأن الرواية تقول إن الله خلق آدم على صورته، صورة الله. هذه الرواية قالوها للإمام رضا ما كذبها، قال صدق صدق يعني الله صورته، قال لا خذوها كامل. قال يا ابن رسول الله إن الناس يرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله خلق آدم على صورته، فقال قاتلهم الله، لقد حذفوا أول الحديث. هل كلمة صح؟ بس شوفوا البداية، وش البداية؟ اثنين متهاوشين، اثنين من الصحابة متهاوشين، وكل واحد قال للثاني قبح الله وجهك ووجه من يشبهك. زين هالتركيبة عوينات فنتين وخشم وهذا كلنا جري حتى آدم، انت حين قلت قبح الله وجهك واللي يشبهونك يعني كل خلق الله البشر. فوش قال للنبي؟ قال لي يا عبد الله لا تقل هذا لأخيك، فإن الله خلق آدم على صورته، نفس هالوجه اللي قد قبح الله وجهك. الضمير مو راجع لالله، راجع لهاللي متهاوش. فهم لما ما جاء بداية الرواية ما جت لنا، صار ويش إن الله الجسم شكله مثل آدم. احنا عندنا مشكلة تجي في بعض الروايات، وبعض الأسباب سببها تعمد الكذب. عندنا مجموعة روايات أنا ما بقراها، إن بعض أصحاب الأئمة يجيهم ناس من المنافقين اللي ينبي صدارة وجاهة، يقول لي أنا مبي تعيرني كتاب اللي كتبته عن الإمام الصادق كل الروايات، يأخذه ويدس في روايات كذب، وهالروايات يخليها بسند صحيح، يعني يقول قال فلان عن فلان، هو كلها كذب، هي بسندها صدر أكثر من إمام منا لعن لبعض اللي كانوا يسوون كذي، قال هذا فلان يسوي كذي، لعنوه لعنه الإمام. فإحنا أمام هذا اللي وصلنا من أسباب خلت روايات متعددة. الفقيه يجي يعمل اجتهاده يسعى يوصل للمقصود الإمام الحقيقي، هذا يفهم فهم، هذا يفهم فهم، غير مسألة بقية العلوم. هذا يتفتش في التاريخ يتوصل إلى أن سهل بن زياد، هذا يروي في الكافي آلاف الروايات، هذا يقول سهل بن زياد أنا درست تاريخه واطمأنيت أنه رجل ثقة، أي شيء يروين اعتمده. يجي واحد ثاني مثل سيخوي يقول لا أنا في نظري هذا كذاب، أنا درست تاريخه توصلت للنقطة شي نتيجة أخرى. ساعات في الدير أنت عندك شخصية، أنت واحد يقول زين واحد يقول زين، واحد يقول مظلوم واحد يقول لا له مظلوم ولا. والله العظيم هذه سوالف. فالرواة شذي عندنا مشكلة، بعض الرواة موضع وثاق عند علماء وموضع طعن عند علماء آخرين. أتذكر أحد علماء التاريخ، يعني علماء في الإسلام علماء دين، مختلف في نظرياته الحق وباطل، كان بعض ساتدتنا يقول ذهب فلان لعنه الله على قول ورحمه على آخر، مختلفين فيه. فعلى قول هو من أولياء الله، وعلى قول ثاني زنديق، فيقول لعنه الله على قول ورحمه على آخر. هذا عالم بعد ذلك، كيف الرواة اللي آلاف مؤلفة؟ فقد يختلف الفقيه في هالنقطة. إذن عدنا عدة أسباب، أنا ما بستطل في هالنقطة، عدة أسباب خلت الفقهاء كل واحد يخلص للأمة ويفتش عن الأحكام وعن أدلتها، فيختلف اجتهادات تختلف، فهم معذورون فيما يحصل إليهم، ومثابون عند الله لأنهم حريصون تمام الحرص على أن يتوصلوا إلى الرأي الصحيح. إذن عرفنا ليش يختلف الفقهاء. الآن نفتح ملف النقطة الثانية، أن ساعات سبب الاختلاف الإهلال مو الفتاوى، لأن هذا يقلل الشيخ يقلل السيستاني، وهالشيخ يقلل السيستاني، وهذا ثبت وهي ما ثبت.
تفتش فتش هذا الشهود عند عدول، يقول أنا الشهود أعدلهم. ذاك الشيخ الثاني يقول لا، أنا صراحة في خاطري شيء على هذا الشاهد رقم واحد، هذا صدر منه مشاكل، هذا يوم الأيام جاية زوجته إلي وطلع ظالم كلش، كل ما ننصحه ما يفيد، لكن هو في الماتم والمسجد تربى الناس تتمسح به، بس لما جاني بمشكلته أنا أدري مو عدل وأدري ظالم وهو ما أنكر، بس ما يصير أفضح أنا متستر. فأنا اسمحوا لي ما اطمنيت للبينة. ذاك يقول عدول، هاي تربة، هذا مؤمن، خب هذا معدول وهذا معدول، هذه تصير لنا لأن الناس تقصدنا في مشاكلهم. لا، فهذه مشكلة. شوف عندنا بعض الشهود اللي كل مرة يشوفون بعضهم، جلينا قال أنا شفت السيد خوي في القمر، مؤمن هو ما يكذب بس مشتبه، إذا عنده هالمستوى من الاشتباه يأكد لي أنه شاف السيد خوي في القمر. أنا بعد ما معقول أن أنا بطمئن لك المرة ليلة غيم جاي يقول شاف ليلة، أنت غيم قال صارت فرجة الليلة ما يرى بسهولة، يصعب علي. ما أقول يكذب، أقول يشتبه. أنا حين أفطر الناس في رقبتي على شهادة، أنا أعرف طريقة مخيلة هذا الشاهد. الناس تقول تقول للشيوخ تدققون واجد، تعال تعال ليلة من ليالي بيت سيد جوال، يجونا شهود متى شفته؟ قال شفته من ساعة 5:30، سأدام 6:30، ساعة الشمس في السماء وانت شايفنا. بعد أنا قلت لكم اللي شفت مشكو رأسا حطوا عليها إكس، بس ما يقولون ليه. وهذه تتكرر، نشوفه قبل غروب مدة الشمس في السماء، ما يصير الهلال الليلة ما يرى والشمس موجودة. شوفوا احنا في قوم ليلة من الليالي استهلينا، كنا شيوخ كنا عمايم، ركبنا فوق مدرسة البحارنا واستهلينا، طال نزلنا بس اثنين شافوا من الشيوخ واستانسنا، قلنا إذا احنا البحارنا عددنا قليل وحصلنا اثنين، هالشعب الإيراني نحصل ألوف، وقعدنا مستانسين نسولف وياهم، شايفها شفتها؟ قال إيه شفتها. وحين سولف طلع واحد شايفنا كذي، واحد شايفنا كذي، شنو عمايم؟ المخيلة، المخيلة تجي لأنه خيط، هو لا هذا يكذب ولا يكذب. راحوا اثنينهم بيت السيد القلبيقاني، قبلت شهادة أحدهما وردت شهادة الثاني، لأن عكس الهلال. هذا شايفنا متوهم، مع أنه شخصية معروفة ورجل مؤمن، بس هو في مخيلته شافه خيط له. فلذا احنا الآن ما نطعن في هذا ولا في ذاك، بس هي ليها مبرراتها. هذه الآن على مستوى، على مستوى شنو؟ على مستوى القبول. ساعات شياع شيخ يقولون لك وفي في البحرين 16 شهد، قال 16 خلاص بسم الله الرحمن الرحيم، ويخطب خطبة ويقول غدا ثبت لدينا. تقول انزين وش در 16 شهد بعشتبهم؟ أنا أعرف ناس جدي، ناس بين الفرضين قام أعلن بس سمع فيه شهود، هاي ما يصير نسلم الخيط والمخيط له. لأن إذا تقعد يا الشهود شوف المسألة مختلفة، هذا شايفنا باتجاه غير، وهذا شايفنا من عصر، وهذا شايفنا تالي، إذا تصفيهم تشوف لا ما يكذبون بس يشتبهون. فلهذا احنا نبي نتعرف الليلة عن المباني الفقهية حتى نقول ها إذا كذي خلاص احنا من اليوم رايح ما نظلم لا للشيوخ ولا الشهود ولا نظلم أحد. فلنبدأ نذكر فقهيات متعددة. الأمر الأول، هل يشترط في الهلال يكون في نفس ديرتك؟ الحين انتون أدان الصبح في الأرض كلها نفس الشيء، لو مرة أدان أدن ديرة وبعد هي ديرة ثانية، لا مو تقول محافظة الشمالية محافظة الجنوبية البحرين ما فيها كذي. بس احنا في إيران، أنا ركبت الطائرة في إيران هني توما دي هنا طلعت الشمس، إيران فيها بين مشهد وقم ساعة إلا فرق الأذان. فعندنا دول هي كبيرة يختلف في داخلها. الآن السؤال الهلال نفس بداية الوقت من بلد لبلد يختلف لو لا؟ عمليا صحيح لا يرى هنا، يرى في البلد الفلاني. فلكين يقول لك هاي الكرة الأرضية، هل بلد يرى هل بلد لا يرى؟ السؤال إذا أنا ما يرى الهلال عندي لكن بلد ثاني يرى يكفي؟
لو لازم يرى في ديرتي. هذا جدل صار. أنا بذكر لك الآراء. الرأي الأول يقول أي مكان في الكرة الأرضية يرى ثبت في كل الكرة الأرضية. هذا رأي الشيخ يوسف صاحب الحدائق، شيخ يوسف العصفور، ورأي الشيخ الفياض معاصر في النجف، يقول أي مكان في الأرض خلاص هلال الأرض واحد، حتى لو ندري ما يرى فلكيا، بس أنا أفهم من الأدلة أن أي بقعة يرى يكفي لكل الأرضية كلها. أدري أن هني يرى وهني ما يرى، بس أي مكان يرى خلاص للجميع. في رأي ثاني يقول مثل رأي السيد الحكيم، يقول لا، إذا رؤي في أحد بقاع العالم القديم، آسيا وأفريقيا وأوروبا، هذه موجود العالم من قديم، الروايات تنظر إليه، فهذا أي ما أي شهادة تجيك من آسيا أو أوروبا أو أفريقيا يثبت في كل القارات الثلاث هذه. ولهذا يثبت مثل العام الماضي ثبت العيد على أوروبا، على أفريقيا، أفريقيا ثبت، قال خلاص ثبت لدينا استنادا إلى رؤية في أفريقيا. في رأي ثالث يقول لا، لازم يشترك البلد اللي شافوه فيه الهلال مع بلدك ولو نص ساعة ولو جزء من الليل. تقول لي سيدنا الآن هذا الرؤية في أفريقيا، أفريقيا ليلها غير ليلنا، بس في جزء احنا ليل وهم ليل، في جزء احنا نهار هم ليل، مدام يشتركون يانا في جزء من الليل خلاص ثبت هناك يثبت في البحرين. هذا رأي موجود بناه سيد الخوي. سيد الخوي يقول يكفيني يرى في حتى الأرجنتين، يشترك يا البحرين جزء من الليل، إذا شافوه في الأرجنتين، الأرجنتين مو عالم قديم، هذه أمريكا الجنوبية، إذا شافوه خلاص باكر يا صيام إذا تشار يا بكرة العيد إذا شوال. فالسيد الخوي رأي مختلف. الرأي الأخير يقول لا، لازم نفس الأفق. تقول لي إيران، قال إيران شرق البحرين، إذا شافوا في إيران شوفونه في البحر يكفي. يقول لي بريطانيا، قال لا بريطانيا أفقها غير، لا ما يكفي. هاي رأي السيد السيستاني، رأي السيد الخامنائي، رأي السيد الإمام الخميني. فإذا إحنا الآن هم فقهاء، كل واحد عنده أدلة. يعني شوف لا تقول هذا، كل واحد عنده أدلة. أنا أعرف بعض المشايخ يقلد سيد الخوي، هالمرة العيد على رأي الخوي 100% عيد، لأنه يرى بسهولة في أفريقيا اللي راح، مع ذلك هو قطع مسافة. قل ليش قطع؟ قال صراحة لما شفت استدلال السيد السيستاني في الهلال ما قدرت أعيد على فتوى السيد الخوي، يعني هم وكلامه له وجوه، فاضطريت أقطع مسافة. تقرأ كل واحد عنده وجوه روايات وأدلة. لهذا احنا نقول هم معذورون، هذا اللي وصلهم واجتهدوا وعملوا عمرهم كله بذلوه لنا. لما جاء الخوي النجف ومو عراقي، عاش ومات في النجف، نسى أهله وديرته. ولما جاء السيستاني مو عراقي، كل المراجع ما عاشوا في ديرتهم، حتى الإيراني اللي عيش في قم، قم مي ديرته، قم مي ديرته، إما من خراسان أو من شيراز، ضحوا كل عمرهم حتى يوصلوا لنا حكم شرعي. لهذا احنا نقول معذورون، والله يثيبهم، وليس متجاسر عليهم ونقول هذا وهذا وهذا، لازم نحترمهم. انت تقلد اعمل على تقليدك. فاذا اول مثال يختلفون فيه مساله هل الافق لازم واحد لو متعدد. شلون يعني افق واحد؟ يعني اذا كان رؤيته هناك يرى هنا. مثلا انا اضرب مثال، لو البحرين يؤذن عقب مثلا ايران بنص ساعه، ورأوا في إيران بس ربع ساعة واختفى، ما يكفي لأهل البحرين. ليش؟ لأن هلالهم اختفى وإحنا الحين ما أدين، ما يرعدنا إذا. لكن لو بيننا وبينهم في الأذان فرق ربع ساعة والهلال شافوا نص ساعة وإحنا عندنا غيم، نقول خلاص هالنص ساعة لولا الغيم إحنا عندنا ربع ساعة نقدر نشوفه. فإذا إذا مكث الهلال مدة بحيث يصير الغروب عندنا وهو بعده موجود في سماء تلك البلدة يكفي لبلدنا. هذا رأي من يشترط وحدة الأفق على خلاف بعض التفاصيل. طبعا أنا ما بجيب روايات لأن هذا مو بحث استدلال، لكن لو جي السنة وش رأيهم، لازم وحدة أفق لو غير؟ ذهب أبو حنيفة وبعض الشافعية
والقاسم وسالم وإسحاق إلى لزوم وحدة الأفق، حالهم حال السيد السيستاني. وذهب بعض آخر من الشافعية وأحمد بن حنبل إلى ما يحتاج وحدة أفق. فهذا الخلاف بين الشيعة فيما بينهم وبين السنة فيما بينهم، هذا خلاف في علماء المسلمين شيعة وسنة، فنتحمل هذا الخلاف. هاي النقطة الأولى اللي اختلفوا فيها. النقطة الثانية اللي اختلفوا فيها، بنمشي بتسلسل البحث اللي كتبناه. إذا تعبتون قولوا يا أهل المرخ. النقطة الثانية قضية هل لازم نشوفه بالعين المجردة لو يكفي بالمسلحة. هني بعض الفقهاء قال قبول في أجهزة حتى لو بدائية، ما أشوف لين ما اعتمدوها ولا ذكروها. فإذا يفهم مجموعة من الفقهاء أن الرؤية لازم بالعين المجردة. غالب علماء الشيعة كان يفتي بالعين المجردة، بس اليوم عندنا مجموعة من الفقهاء يقول حتى بالأجهزة الحديثة. سيد خامنئي، سيد القلبي، العفو الشيخ لنكراني، السيد كاظم الحائري، هالثلاثة يقولون يكفي بالمسلحة جهاز شفته خلاص. بس عندنا مسألة لازم نبينها، عندنا تلسكوب، هذا يكفي عند السيد الخامنئي السيد الحائري. وعندنا شيء ثاني الآن، شنو؟ لا مو بس الطائرات، الكمبيوتر يلقطون الصورة بالجهاز ويجون للكمبيوتر يحطون عليه فلتر يتفننون الكمبيوتر، إذا تظلم الصورة وتوضح الصورة وكذا، لا الآن برامج حديثة يحطون فلتر تالي يبين خيط، يقلل من ضوء الشمس، يقلل إلين يبين الخيط. هذا بالتلسكوب ما تشوفه، بالفلتر تشوفه. هذا يشوفونه حتى الساعة 3 الظهر إذا ولد بالفلتر. هذا ما يكفي، حتى سير الخامنئي نقل مكتبا هذا ما يكفي. هذا أنت ما شفته، هذا شفت صورة عقب ما سوينا لها عمليات تجميل، هذا ما يكفي. فالمراد اللي اكتفى بالتلسكوب شيء مقرب للصورة. هذا أيضا مورد اختلف فيه الفقهاء. عندنا الفلك، هل يكفي الفلك؟ قبل كانت حسابات الفلكيين مو بهالدقة، الحين دقة متناهية. الحين يقول لك يولد الهلال الساعة كذا، الدقيقة كذا، الثانية كذا، ويقول لك ارتفاع الهلال في الأفق البحرين هل قد ولا يرى، وتعب حالك لين شفته وتعال خبرنا، ما يرى. طبعا إخواننا السلفيين يشوفون ذلك لهم كرامات، لأن أتذكر إحنا في الحج باقي 3 ساعات يولد، بعدما ولد في المحاق أعلنوا وشافوا الهلال، مع أنه حتى يولد ويرى ينبلي حدود بعض الفلكين 16 ساعة يقول، فإحنا 16 مني وثلاث ساعات بعد ما ولد 19 ساعة. راح أحد مشايخنا الحملة إلى واحد بشري في الأبو كذا في الحرم، قال لي كيف يعني يثبت الهلال وما ولد؟ قال هذا رد من الله على الفلكين. فهنا عندنا مشكلة أن الفلكين ما يخطئون في الحساب، إذن خلاص نعتمدهم. شوف المشكلة وين تكمن، الفلك مجرد يقول لك هل قد ولد، هل قد ارتفاعه، متى يرى ما يقدر يجزم. فلك يقول يرى عقب 12 ساعة من ولادته، فلك يقول 14، فلك 16، واحد يوصل 21 ساعة. هم نفسهم يقول لك ما نقدر نجزم، هذه عين وهذه مو حسابات. حسابات نقول لك هو في السماء، لكن يرى ما يرى بالعين البشرية ما نقدر نجزم. لو جزموا شلون جزموا؟ قالوا لك الآن بيمكث لولا الغيم ساعة وربع ونص. السيستاني يقول ها، إذا قال كذي ثبت الهلال. يقول لي أنت ما تعتمد الفلكين؟ قال ما أعتمدهم في أن يقولون يمكن يرى ما يمكن يرى، لكن إذا المدة اللي بقى فيها ونسبة الإضاءة أنا أدري هذه المقدار يرى 100% أصدقهم، لأن حساباتهم دقيقة. سيد الخامنئي نفس الشيء. ففقهاء اليوم يعني عقب السيد خوي تقول لهم إذا يفيد اليقين أن يرى لولا الغيم، يعني هم يتكلمون عن مواصفات في الهلال عادة يرى بسهولة، يقول إذا اطمأنينا لكلامهم يكفي، وكلامهم يفيد الاطمئنان لأن لا حساباتهم دقيقة.
فإذا الفلكيين ما نقبل كلامهم متى؟ إذا قالوا ولد خلاص تبطل العيد، يقول لا مو ما يكفي ولادة، لازم بالحد الذي يرى، إذا كان يمكث ساعة وشوي ساعة ونص هذا في العادة يرى بسهولة فهذا يكفي كلامه. فإذا هذا أيضا موجب للخلاف وقع في العلماء. عندنا خلاف آخر، حكم الحاكم، يعني فقيه ثبت عند الهلال قال حكمت أن غدا هو الأول من شهر شوال، لازم طاعة. شوف الآن أنا لو تهاوشت يا زوجتي ذاك البعيد ورحنا للمحكمة وقال القاضي كذا أحكم عليكم كذا، أقول يا حضرة القاضي أنا فقيه مثلا السيد الخوئي أو السيد السيستاني فتوى غير في القضية، يقول أنا قاضي أعمل برأيي ما أعمل برأيي بلا تقلدونه. تعرف ليش الإسلام قال بنظر القاضي، لو نعمل بنظر المتخاصمين كان يجي واحد قبل لا يجي الزوج زوجة كل واحد يطالع الكتب كل واحد يختار مرجع يناسبه، يجي يقول حضرة القاضي أنا أقلد فلان، هذه قالت حضرة القاضي أقلد فلان، كل واحد يبشر. مثلا في فقيه يقول حضانة لسبع سنوات، في فقيه يقول بس سنتين، رحنا مختلفين قلت قاضي أنا أقلد أبو سنتين جيبوا ولدي عمره ثلاث، قالت لا أنا أقلد أبو سبع جيبوا ولدي، فالقاضي ما يتابعني إذا قال لك شيء ملزمين نمشي على كلامه، شرعا حكم القاضي نافذ. فهني وقع الخلاف في الهلال، إذا حكم كحكم القضاء نافذ حتى لو تقليدي غير في رأي، يقول نعم زين الدين، يقول لي هذا ثبت بعين مسلحة وانت ما تفتي بالعين المسلحة، قال مدام الاختلاف بيني في الإجتهاد والتقليد إذا حكم يلزمكم افطروا على كلامه. فإذن المسألة أن بعض الفقهاء كالسيد الخامنائي الشيخ زين الدين يرى حكم الحاكم نافذ، بعضهم كالسيد الخوئي السيد السيستاني مو نافذ، حكم الحاكم مو نافذ. بالتالي أقول حتى لو حكم ما دام أنا مو مطمئن للرؤية حكمه مو نافذ عليه. هذا أيضا اختلاف أدلة، طبعا عندي روايات لكل شيء أقوله بس أنا لأن هي جلسة نتعرف بس على الأقوال. بعد نشوف خلاف مهم أنا أريد أتكلم فيه، مسألة شنو البينة، يكفي اثنين شهود عدول، يعني وين؟ يعني الآن تشوف شيخ أحمد بن خلف ثبت عند الهلال، تجي إلى مثلا شيخ عيسى ما ثبت، تروح مني ما ثبت، ليش؟ شيخ أحمد بن خلف يقلد شيخ حسين العصفور، شيخ حسين العصفور يقول ما أفهمه من الأدلة أن يكفي شاهدين عادلين، اثنين بس يكفي، بس يكفي اثنين. سيد الإمام السيد السيستاني شيخ زين الدين ما يكفي اثنين إلا في حالات، شلون؟ يقول إذا المستهلين واجد وكلهم عندهم نفس متقاربين في حدة البصر والخبرة بمواقع الهلال ونفس المكان، هذا يقول شفناه وهذا يقول ما شفناه، ما يكفي. يقول ليه خمسة اللي شافوا خمسة، قال حتى لو عشرة إذا مثلا مئة نفر مصطفين وهذا يقول شفته وهذا يقول ما شفته، ما يكفي. أنا هذه أنقل رواية على أساس نعدر للشيوخ. صحيحة محمد بن مسلم عن إمامنا الباقر قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، بداية الشهر صوموا نهاية الشهر افطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. قال والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظر فيقول واحد هو ذا وينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف. شوف الإمام الآن واحد شافه بيشوف عشرة آلاف، شوفه جاي من السماء، كل الناس عندها بصر، حتى أبو كشمة أبو نظارة بحط صار نظارة ستة بستة بهالنظارة. فالآن الإمام يقول واحد يشوفه يشوفه عشرة آلاف. رواية ثانية صحيحة أبي أيوب إلى أن يقول سألت الإمام الصادق كم يجزئ في رؤية الهلال كم واحد، فقال إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا
فلا تؤدوا بالتظني، مو بالظن، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره. إذا رآه واحد رآه مئة، وإذا رآه مئة رآه ألف. ولا يجزي في الهلال، في رؤية الهلال، إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة 50، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر. شوف الإمام قال إذا السماء صح والناس تستاهل يقوم لك واحد منين شيء ما يكفي. سيستاني سألوه سيد السيستاني، قال عندنا 30 شاهد لكن مو كلهم من ديرة، 3 من البحرين، 2 من الإمارات، 2 في قطر، 3، فهل نطمئن بالرؤية؟ 30. قال نطمئن بعدمها، لأن البحرين مو بس هالثلاثة اللي استهلوا، ما وقفوا في البحرين شافوا 3 اللي استهلوا، ممكن 300 بس 3 الروايات ما تقبل بهالهلال. تقول فريضة ما مو بهالطريقة، السماء صح ولا قطر بس هالاثنين، وين العالم اللي استهلوا والإمارات؟ فالواحد يقول أنا الأول أقول شكلها وسوسة، الحين شفت آراء فقهية مختلفة وروايات تدعمها، أنا مضطر أقول خلاص أنا هذا معذور وهذاك معذور. الحين فهمنا ليش شيخ أحمد يثبت أسهل من غيره، لأن شيخ أحمد يخلد شيخ حسين، وشيخ حسين يقول اثنين سما صح ولو مو صح يكفي. فقيه آخر أو تقليد آخر يقول لا، إذا هالجموع كلها استهلت طلع هالعدد البسيط هذه تتعارض شهادة من رأى ومن لم يرى فتتساقط. فإذا يا أخوة وصلنا إلى نتيجة أن الآراء مختلفة، وإحنا في ركب هذا يقلد هذا، هذا يقلد هذا. النقطة الأخيرة اللي أختم بها، وش نسوي الحين؟ الهلال هي مين نفس الصلاة، الصلاة أنت مطمئن دخل وقت قوم صل، ذاك مو مطمئن بأخر. الهلال لبعد اجتماعي، إحنا مثلا العائلة تجتمع في العيد وغدا جماعي، أو واحد يقول أنا نادر وفاة أمير المؤمنين أعش أفطر أو أسحر، وأنت حين هلال وهلال وش تسوي يا ندري؟ فإذا نحن عندنا مشكلة أن القضية الفردية بصوم على هلال المرجعي، ما عندي مشكلة، لكن البعد الاجتماعي من عندنا مثلا 3 ليالي وفاة، عندنا القادر نبي الديرة تحييها نبي كذا، هذا البعد الاجتماعي يسبب مشكلة. على مستوى العائلة تبي يجتمعون، نقول لهم اختاروا أحد خيارين، إما أن يتأخرون الغداء يوم ثاني الكل فاطر، اللي فطروا اليوم ياكل السندويتش ويمشي حاله ويجينا باكر يسوي حتى هو فاطر ونجتمع ونستانس. واحد يقول بس حلاوة العيد، هو حلاوة بس مدام في خلاف اضطر نجمع بطريقة كذا. واحد يقول لا أنا بروحي في العائلة ما راضية تحترمني، يتأخر الغداء كلها علي أنا، كلهم فاطرين. قول لي إذا كلش لك خاطر تبغى تخسر روحك يوم جاء رمضان اقطع مسافة وروح كل وياهم واقضي. اللي مثلا مسألة أخرى، مسألة النذر وكذا، قول لي لا نذر أنت على هلالك، على هلالك بس الناس ديرة البارحة بتقرأ أو ليت باكر بتقرأ وهلال فقير الليلة، خب الناس ما ترد الأكل يا ود عمي، انت تقول لهم على الاكل الليله من قدم ومن اقرا ومن عشي بيجون ما بيردون قد عمي، هاي تجربتنا يعني. فيمكن حلها يعني القدر هذه نعمه من نعم الله، هو الائمه غيبوا عنا ليله القدر ما علمونا اي ليله، لا حتى يمكن نشجعنا نحيي ليلتين ثلاث احتياط ونحصل 3 ليالي عبادة. فإذا عندنا القدر 19 و21 و23 واختلف ليلات صار 6 ليالي خير وبركة، ترى الدنيا ما أخذت لنا طيلة السنة، ما لنا زاغر عبادة في شهر رمضان شوية نتجمع نجيب لنا واحد صوت شجي كذا نتعاون نشجع على الطاعة خير وبركة. شوف عندنا الشهيد الثاني، الشهيد الثاني مقدس، هذا عالم كبير، هذا يقول الأدلة تقول أن القدر في شهر رمضان، بس أنا اللي شفته من ثواب
ليلة القدر، وش ثوابها كمثال؟ أنت حين إذا تحسب خير من ألف شهر، ألف شهر تقريبا 80 سنة، 80 سنة أنا ما أعيش 80 سنة، قليل اللي يعيشون 80 سنة. أنا إذا بحي ليلة القدر كأني أحييت 80 سنة عبادة، يعني عمر مستقل. ليلة واحدة أحيها يعطوني عمل مبارك مال عمر كامل واحد عاش 80 سنة. فقال أنا والله خاطري أضمن 100%، وإيش سوى؟ أحيى سنة كاملة مو شهر رمضان. قال أنا أدري في شهر رمضان والقرآن يدل على ذلك، لكن أنا بعد حتى 100% أموت وأنا أحيى القدر 365 هي مو الشمسي، الشمسي نبي قمري، قمر ناقص 11 يوم، اي 300 وخرده، بحييها حتى اقول اذا مت عندي احتياط عمر سبير بس عباده. احنا ما نبي نسوي سوى شيء ثاني، نبي 6 ليالي. ممكن انا اقرا في بعض القرى داركوا ليه 6 ليالي عندهم برامج يقول لك ناس تقلد سيف الله وناس تقلد فلان ناس فلان، انا راح أكون في هالليلة أحيي 6، حتى الكل لا يقول راعيتم تقليد فلان ما راعيت تقليدنا. حياكم، المسجد مفتوح وموجود الرادود واللي يجيب الدعاء واللي كذا وموجود. إحنا مدام الفقه يعني تعدد الآراء بنفتح الباب، خلنا نتعود على الطاعة. الآن طلعت لنا برامج عبادية مثل الاعتكاف ما كان موجود، ما كنا نتوقع ان الناس تتفاعل يلا الاعتكاف بالطريقه. شفنا يوم فتح تفاعل الصغير والكبير، كبير في السن والشاب والكذا كلهم في الاعتكاف. فاحنا بحاجه الى ان نشجع روحنا على هالمواسم ونتخلص من مضاعفات هذا الاختلاف. هذا اللي احببت بيانه، والان اذا في اسئله انا بخدمتكم. وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أحسنت أبا طاهر. هناك الآن سوف توزع أوراق لطلب المداخلة أو الأسئلة المكتوبة. أيضا يمكنكم إرسال السؤال عبر الواتساب على الرقم 3999-0177. أنا بعضها في نسوان في الملحق، الرقم 3999-0177. الآن يختصرون سيدنا 3 عنبلوس وكمل باقي 9999 كل عنبلوس. نبدأ بمداخلة من الوالد العزيز. من الوالد العزيز سيد حيدر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نشكر سماحة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة وتشريفه للقرية، ونحن نتشرف بكم دائما يا شيخنا العزيز. قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، هل يجوز الاجتهاد مقابل النص؟ ما حد من الفقهاء اجتهد في قبال النص، إنما اختلفوا في فهم النص. السيد فضل الله قال الرؤية تشمل رؤية اللي شافه بعينه واللي شافه بمسلحة، يقول والله أنا شفته، شوف تعال طالع أكوان شوفه في داخل التلسكوب. فالسيد فضل الله مثلا يقول أنا شفته، هاي رأي. رأي ثاني يقول الروايات قالت إذا غم عليكم وجو من مصر آخر، يعني بلد آخر، شهود اعتمده. ما قالت مصر قريب، يمكن أقصى الأرض، قالت مصر آخر، مو لازم محدد أفق حتى لو بعيد. الفلكيين كلامهم كان ظني، أحيان يوجب اليقين. حتى السيد السيستاني يقبل الفلكيين دافاد اليقين برؤيته لولا الغيب. فإذا هم مو اجتهدوا في قبال النص، اجتهدوا في فهم النص، اختلفت اجتهاداتهم، نسلم. لكن كل واحد يقول هذا دليل قوله عليه السلام، رؤيته ولرؤيته، لكن رؤيته أنا ما شفته بعيني، لازم بينه اثنين يكفي فيها في الرؤية.
لو مثل ما قال السيد سيستاني إذا جو صحوا لازم شياع مثلا، فهذه اختلاف في فهم النص. السؤال الثاني شيخنا، بالنسبة إذا كان اختلاف في البلد البحرين وأنا أقلد مثلا السيد الخامنائي وغدا عنده بداية شعبان أو العيد، هل يجوز لي أن أرجع إلى السيد؟ يجب ترجع إلى السيد. لماذا؟ لأن السيد يختلف مع البحرين في الهلال بسبب العين المسلحة، فأنت مقلد للسيد الذي يفتي بأن المسلحة تكفي. ولأن إيران شرق البحرين، السيد يقول كلما ثبت في إيران ثبت في الغرب، والبحرين غرب إيران فيثبت في البحرين. فاللي قدون سيد الخامنائي ما يقول أنا مطمئن لبيت العالم فلاني أو شيخ فلاني، مجبر هو على فتوى مرجع أن يمشي على إثبات السيد له. في مداخلتين قبل ما نأخذ مداخلة، أما اللي قدون السيد السيستاني يقول له لا، السيد السيستاني يشتط وحدة أفق، والعراق صايرة غرب البحرين، ثبوته في العراق مو لازم ثابت في البحرين، ما يكفي. يقول السؤال: والدتي تقلد الشيخ حسين العصفور، وفي شهر رمضان الفائت واجهت صعوبة في مسألة الهلال، هل يجب ويجوز من الآن العدول لفقيه آخر بغض النظر إلى مسألة الهلال؟ يعني الحقيقة أن الشيخ حسين يشترط وحدة الأفق، وبالتالي العام الماضي كان الهلال على أفريقيا مو على أفقنا، إنما عبارة في السداد موهمة هل يقبل حكم الحاكم أو لا، فصاروا للشيوخ في جدل، واحد يقول أنا أفهم من السداد أن يكفي حكم الحاكم والسيد الحكيم حكم إذا نفطره، واحد يقول عبارة ما الدل، أنا شخصيا ما أفهم من الدل، قلت له اللي قال الشيخ حسين صومه، غيري قال لا هو افطره، فهيف على قولة أحد كبار المشايخ يقول الناس تقلد مو شيخ حسين، فهم لشيوخ للسداد، كل واحد يفهم السداد شيء. أنا شخصيا قلت فهمي أن ما تفطرون، راح ناس من الدراز يقدمون شيخ حسين لشيخ عيسى، قال لهم أمسكوا لا تفطرون، شيخ عيسى فاطر مصلي العيد على أفريقيا، لكن اللي يقدمون شيخ حسين يشرطوا حدا تفق، قال لهم صوموا صوموا. مداخل السيد سير حسين سير عباس. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر الشيخ على هذه المحاضرة القيمة. شيخنا مثل ما نعرف احنا مسألة الاستهلال استحباب كبير، ولكن يعني دائما انتم تطلبون من الناس الاستهلال في والشهادة عند العلماء في المجلس العلمائي او في المكاتب الاخرى، ولكن المسألة المهمة مسألة منازل الهلال، احنا دائما يعني تعال استهلوا لكن ما حد ما ندري احنا وين نطالع وين يعني، فهذه مسألة مهمة ان اذا تقدرون يعني تبينون للناس مسألة منازل الهلال علشان ما حد يروح على عماية على ما نقول، على الاقل يعني شوي الواحد يروح وهو يدري فيسهل عليه شوي. حبيبي سيدنا هذه مسألة ما ترتبط بالفقه بدرجة مباشرة، انما السنة الميلادية عليها حركة الشمس والقمرية، صادف بعض الأحيان القمر يمين الشمس بعض الأحيان شمال الشمس، صيف ساعات ساعات شتاء، فكل شهر ما تقدر تقول شهر رمضان كل سنة الهلال هالموقع، ما يصير. وبالتالي الآن في مواقع إلكترونية فلكية متخصصة قبل أيام تعلن أن مواصفات هلال السنة في ليلة أول ليلة من شهر رمضان، يمكث هلقة يرى بهل أشوف الشفق ويشوف يجيبون لك رسمة يمين الشمس، الآن موجود، بس نضرب جمعية القطيف الفلكية بس نضرب قبل الهلال بكم يوم وشوف الرسم المتصور للهلال، بتعرف وين بالضبط الطالع، بتجي ليلة الهلال بتقول وين الشمس هكي بتغيب، طالعوا جماعة الشمس يمينها شوية ارتفاع بسيط هني، بس ركزوا مو الشرق وتغرب. لذلك يعني انتون لو تقولون للناس يعني بما ان انتون عندكم مصادر، انا اقول لك يعني زين ان احنا يمكن احنا نبحث عن هذا الموضوع، ولكن انتون تقولون للناس استهلوا يا جماعة في الجامعة تعلون وغيره منازل الهلال كذا 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 كذا، تحطون اعلانات تحطون اوراق فتسهلون على الناس. عمليا انا
عمليا لا أعتقد موجود. يعني كل سنة يسوون مراكز للاستهلال وكل مركز فيه واحد ممن يعرف منازله مثل سيد أمين القدمي وأمثاله، يقول لكم يا جماعة طالعوا مني لا تشرق وتغرب الليل الهلال مني. لأن أنا شخصية مرة شفتها تفاجأت، قلت أنا حصل لي ساعة إلا مني وهو مني، لأنه ما ندري لأ. بس هو أحين بعد ما جت هالمواقع ومواقع مشرفين عليها متدينين، بل الآن الجمعية القطيف الفلكية تقول لك المتوقع على رأي السيد السيستاني هذه الليل لا يثبت، وعلى كذا يثبت. أنا شخصيا أطالعها واستفيد منها، يتصلون الناس يقولون ليلة زينة، أقول لهم تبون أقول لكم الهلال مال السيستاني ما تتشدي 100%، بس لا تقولون قال، لأن بروحوا يرتبون أعمال فقهية، هذه بس لزواج بتشوفون تالي مثل ما قلت. هذا يصير هالمرة لما العيد من قبل قلنا يا جماعة يوم الفلاني لازم تصومون على رأي السيستاني، ما عليك من بيثبت السيستاني، ما يصير على المواصفات اللي اعتبرها السيد السيستاني في عمر الهلال وفي ارتفاع الهلال وفي نسبة الإضاءة ما يثبت. لهذا استغربوا الناس يقولون ليش السيد السيستاني الساعة 9 مطلع بيان، اصبر بيجيك شهادات من دول مني. وفاهم أن بهالمواصفات الرؤية اللي يدعيها واحد ما تنطبق على الوارد في الروايات، بالتالي هي مين مقبولة، صدر بيان من مغرب يستغربون الناس. قبل أن نأخذ مداخلة شفهية سؤالين. العام الماضي بعد بيان المجلس الإسلام العلمائي بعدم ثبوت الهلال وجئ الجميع بأن سماحة الشيخ إسحاق أحمد قاسم أصدر بأنه سوف يفطر، وصار توهم عند الناس، البعض فطر البعض الآخر، بس الأمر الغامض في الموضوع إنما هو المبنى الذي اتخذه الشيخ في الإفطار في ذلك اليوم. أنا العام الماضي يعني عندي اعتراض على مجلس العلماء، هو مو مجلس العلماء لا نظلمهم، هو مجلس البيت سيد جواد، لأن اللي قرر في الهلال مو مجلس العلماء، اللي قرر كبار العلماء مو أعضاء في المجلس العلماء. الشيخ الربيعي مو عضو في المجلس العلماء، الشيخ عبد الحسين الستري مو عضو، هاي كبار علماء البلد. أنا كنت حاضر جاي من القراية ودشيت وشفت النبي في اللونها بالطريقة، قلت له شيخ عيسى لحظة شيخنا قبل لا تمشي، شيخنا ما عطيتون الناس ايد ولا رجول، الليلة الهلال على فلان شدي على فلان شدي، سووا لهم بيان. قال كل واحد على تقليده، قلت ما يعرفون الناس كل واحد على تقليده، الناس ينبي سندويشة جاهزة تقول لي الخوي يفطر فلان صوم، قال لا يعرفون، جود السماعة وقال كلام وانتشر فيديو ما ادري آلاف في ليلة طال. أنا في نظري زاد الطين بلة، قلت له زين شيخنا أنت الحين بتصلي لو ما بتصلي؟ قال استخير لي، قلت له أنا استخير لك؟ أنت استخير شيخنا، لأنه خايف أن صلي مضاعفات. فاستخرت له زين قال بصلي، قلت له أنا صليت فطروا الناس خلنا نكتب شيء، قال للناس ومشى مشى. أنا قلت له شيخ محمد جواد تعال خلنا نسوي سندويشات للناس، أما تشيلين الناس بيسبوننا بين الفرضين لأن ما يدرون وش تكليفهم. فكتبت السيد الخوي اللي يطمئن للشيخ محمد سند سيد الحكيم ثبتوا على أفريقيا، فالخوي هاي مبنى يفطرون، السيستاني ما يفطرون، فلان لين عدل، قلت زين الدين ما يفطرون لأن ما كان أحد حكم. تالي غيرت الصبح لما اتصلوا أدان الصبح من نجف قالوا إن السيد الحكيم راح للشيخ ضياء وطلب منه يحكم لأجل مقلل زين الدين وحكم، هاي جاء متأخر وصححنا. خليته في صفحتي في الفيسبوك بس الناس ما تعرف صفحتي. أنا قلت للمجلس العلمائي هذا إذا تكرر الناس بتكفر فينا، خلنا نكتب لهم شيء جاهز ترى يثقون الناس في العلماء، ومدام هو هاي مباني خلنا نضع النقاط على الحروف. اللي صار العام ينبغي ما يتكرر، لأن أنا أقول أنتم ترابكم سبب البيان ما طلع واضح. أنا قعدت في الجامع طلعت والناس جاي يصلي والشيخ عيسى ويعايدون بي، أقول لي أنت تخلد من قال سيستاني، قلت ليش جاي؟ قال الشيخ عيسى كبر اللي يدقق في الهلال، قلت له لا هذا الشيخ عيسى مبنى الخوئي يكفي أفريقيا وانت السيستاني. قال احنا عجل اغتسلنا وشدي، قلت له ارجع باكر جدد غسلك. فهي المشكلة أن صار إرباك. أنا أقول كنا نتحمل جزء من المسؤولية،
لكن صارت دراسة وصار كلام أن هاي السنة الجاية ما يتكرر. خلنا نضع النقاط على الحروف، نقول مقلدي فلان كذا الهلال ثبت في كذا فبالتالي هم يفطرون، مقلدي فلان يفطرون، مقلدي فلان يصومون. خلي الناس تكون برؤية واضحة بدون هذا الشيء. الآن مداخلة أستاذ مالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال أول شيخ، دائما يعني الناس دائما يوم ثاني طالع الهلال يقول هذا أبو ليلتين ولا علي منكم. والله العظيم أبو ليلتين يعني هاي لازم. طبعا حجم الهلال يعني هل هو معترض، يعني هل هو يبنى عليه أو لا يبنى عليه؟ هاي أول سؤال. الشيء الثاني، حتى لو أصدرتم بيان بالنسبة للعلماء، ألا يمكن أن يكون هناك اتفاق بين العلماء أن يكون نوع من الكنترول على الإجابة، إجابة الناس؟ يعني مثلا أن شيخ هاني، شيخ محمد جواد، شيخ حسين، شيخ فلان، يكون عندهم نوع الكنترول بحيث يطلعون هذا البيان وبعدين يعني شيوخ البقايا على الأقل هذيك الليلة يختفون. لأن إذا كل شيخ جاوب، إذا كل شيخ جاوب على الاتصالات معناتها ردت الناس، دخلت الأسداس الأخماس. وصلت الفكرة وأنا معك، وفي الواقع عتبت على بعض الشيوخ اللي قالوا خلاص اتفاق. كيف تطلعون كذي انتم؟ مبنى السيستاني مو واضح ليكم. بعض طلبة الجدد أو شيء طلعوا بيانات مربكة. أنا لما تكلمت يا شيخ محمد جواد في البيان كان اللي قلناه هو الموجود في ذهنية الشيوخ الكبار، إنما ما صاغوه، إحنا بس صغناه. أما بعدين اللي قال كل الفقهاء، لا السيستاني ما يصير في بيت، كيف تقول كل العلماء وكذا؟ صار إرباك. عاتبنا بعض اللي طلع، لا تستعجل، هذا في رقابتك، هذا مو منقبة، والله مو منقبة مسؤولية. نرجع إلى السؤال الأول، هذا السؤال وجيه، أن الهلال كبير. السيد الخوي عنده إذا الهلال مطوق، يعني وين مطوق؟ يعني كل الإضاءة والدائرة تبين هالة نور، يسمونه مطوق. هذا السيد الخوي يقول دليل على أنه ليلتين، لكن أكثر العلماء الآخرين لا ما يكفي. تقول لهم زين كبر الهلال وصغره ما يكفي؟ قال لا. ليش؟ لأن الهلال متى يولد؟ الليل والصبح ما له وقت، كل شهر يختلف، لأن عمر الهلال 28 يوم وكذا ساعة كذا. يعني إذا ولد البارحة الساعة واحدة، نقول من واحدة إلى ست المغرب كم ساعة يمكن يرى؟ إذا ولد اليوم الصبح ما يرى، إذا ولد اليوم العصر ما يرى 100%. إنزين هو شو يدخل بالكبر؟ إحنا من ثبته افترض اليوم الصبح ولد، الليلة 100% ما يرى، ليلة باكر عمره كبير، صار له 36 ساعة عمره، فيرى بسهولة. بينما لو ولد اليوم العصر ليتباكر عمره 24 ساعة يرى أصغر. فالولادة قد تحرمنا رؤية الليلة ليكون الليلة القادمة واضحا، فالليلة القادمة هو أول الشهر، الليلة ما يرى. فإذا عمر الهلال في أول ليلة يختلف بسبب موعد الولادة، فهذا طبيعي يكون كبير هو أبو ليلة، وساعات أبو ليلة كل الصغير. هذا ما له قيمة علمية. علماء يقول لك أدري، السيستاني بيقول لك الهلال الليلة الفلانية حادي وبتشوفونه كبير معه. من الحين أقول لكم، لكن لا تقولون هذا غلط. وفي ناس يقول لك أنا أول سنة أشوف خسوف ليلة 13، المفروض الخسوف ليلة 14، فالليلة المفروض 14، مو مثل ما قال السيد السيستاني. يقول لي غلط يا الحلال، هذا فلكيا الليلة 14 بالنسبة للولادة، لكن بالنسبة لإمكان الرؤية الليلة 100% 13 يصير. علماء يشوفون خسوف ويدرون 13 ولا يغيرون كلمتهم، لأن هذه مية طريق شرعي. فعند الناس اعتبارات هي ليست شرعية. بعد نقطة وسؤال. النقطة الأولى أن في اعتقاد، أعتقد أنه اعتقاد خاطئ، ما أدري على الشيخ ذا ممكن يتعلق، أن هذا الاعتقاد يقول أن لو خلاص المراجع كلهم يعتمدون الفلك لتوحد الرأي وانتهى الموضوع. ما أنا أعتقد أن هذا خاطئ، لأنه لو اعتمدوا الفلك بيختلفون في المباني الفقهية من حيث وحدة الأفق واختلاف الأفق، والدولة تقع الغرب وتقع الشرق وما إلى ذلك، خطوط العرض وخطوط الطول. فبالتالي حتى الفلك ما راح يوحد
الرؤية. ماذا هي السؤال الثاني؟ هو عن موضوع استغفر الله بعد راح بالي يعني اسمه. السؤال هو عن موضوع السيد الخمنائي. انت قلت شيخنا موضوع ان مجرد انه اذا في اطمئنان ان الفلكيين قالوا انه بامكان رؤيته بالنسبه للسيد الخمنائي، بينما يعني انا ما اشوف ان السيد الخمنائي مثلا بالذات اول عموه اللي راحت لقبلها كان 99% راح يعلنون، يعني حتى ان الشيخ اسد قصير قال في احتمال كبير وما الى ذلك. بعدين لما جاء البيان يقول لك ان الفرق الفلكيه ولا الطائرات ولا استطاعت رؤيته فما ثبت الهلال. فهو اعتقد انه في اثبات الهلال لا يعتمد على الفلكيين، ولكن في النفي يعتمد عليهم. لا 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 مو كذي، نبين نقطتين. اما النقطه الاولى فما يصير تقول للفقهاء نازلوا عن اجتهادكم، ومثل سيد خوي ساله واحد قال لي سيدنا انت قلت الموسيقى اللي تناسب مجالس اللهو والطرب حرام واللي ما تناسب حلال، وقاموا الناس يسمعون يقول ما تناسب بعض الناس واستانسوا، ليش سيدنا ما تحرمها من الاساس على يصير استغلال سيء؟ قال لي ليس من صلاحيه الفقيه ان يحلل او يحرم على كيفه، أنا دليل قال هي حلال هي حرام، أقول للناس هي حلال هي حرام، كون استغل وطبق خطأ هي تقصيره، أنا ما أقدر أغير حكم الله. إذا أنا أن أرى أن الفلك ما يثبت ما بتنازل عن حكم شرعي أشوفه على أساس الآخرين، فهذه ما نقدر عليها. النقطة الثانية، السيد الخامنئي يكتفي بالأجهزة، رصدوا الهلال في إيران بالأجهزة ما صادوه، معناه ما يثبت. لكن لو الفلكيين قالوا أن الهلال الليلة يمكث ساعة وإيران كلها غيم وأجهزة سيد بندنا عن الكهرباء إسراف غيم، مع ذلك سيد بيقول يثبت لأن هذه ساعة تكفي لرؤية مثلا بالأجهزة، فيقول أنا أعلم بإمكان الرؤية. الرؤية مو لازم نشوف، الحين الله يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض يوم اللغيم نطول ساعة. أقول يا جماعة الليلة تقدرون تأكلون؟ أقول بس أدان استوى الوقت. أقول ما في حد شاف الفجر، مدام في غيم نقدر نأكل. أحد يقول شيء؟ علماء يقولون لا، مدام دريت صار خلاص، حتى لو ما شفت عيونك حتى لو الغيم منع. فالسيد يقول إذا الفلك يقول يرى لولا الغيم سواء بالعين أو بالأجهزة 100% يرى، مو احتمال واحتمال نثبت. أما إذا يقول في إمكانية رؤية ما نثبت. هذا الرأي. نأخذ أيضا شيخنا سؤالين طولنا عليه. نأخذ سؤالين بعد أن نأخذ مداخلة. سؤال، هل السيد محمود الشاهروجي والسيد محمد باقر الصدر يؤمنون بالفلك؟ السؤال الثاني، ما حكم الذي شهد بثبوت الهلال ثم اتضح أنه اشتباه رأي؟ بالنسبة للسيد الهاشمي ما أعرف رأيه فيما يرتبط بالفلك، بس هم يعني عمليا لو الفقهاء اللي ماتوا أحياء كان قالوا يكفي. ليش؟ لأن عندهم إصرار على أن القطع حجة، متى ما قطعت بالهلال موجود في السماء قطع 100% حجة، هاي رأي السيد الشهيد وكذا. لكن كفتوى كان في زمن الفلكيين ما كانت معطيات تفيد القطع، ففي زمن شيء الحين شيء غير، فما نقدر نقول لو موجود يقول مو حجة، ما نقدر نقول لأن مباني الأصولية أن القطع حجة. أما بالنسبة للي أفطر، اللي يصوم يوم العيد اشتباه ما عليه شيء، واللي يفطر يوم شهر رمضان باعتقاد العيد عليه يقضي، كان معذور. بس متى ما درى يجود روحه، لأن في ناس يقول بدأ بطل الصوم خلنا نتغدى بعوه، يقول لا بطل الصوم والآن التفت لأنه يوم شهر رمضان تمسك بقية اليوم وتقضيه، مو بعد في الهفل. الآن مداخلة السيد محمد. أنا مو علي على المستمع، هم اللي يستملون إحنا أخو. السلام ورحمة الله. أبو طاهر. عليكم السلام، حيا الله الهاشم. حياك الله. شيخ، بالنسبة للملاحظات اللي طرحتها بخصوص اللي صار في شهر رمضان العام الماضي، يعني كنا نحمل هذه الهواجس وهذه الملاحظات، فشفناك أنك تحمل مثلها وأكبر بعد.
فحبينا نأكد عليها وإن شاء الله نشوف خطوات عملية في شهر رمضان السنة. هذا اللي اتفقنا عليه إن شاء الله يكون. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة إلى يمكن ذكرت باختلاف الهلال تتعدد الأيام، فالأشياء المستحبة مثل أول يوم من رجب، أو هل الشخص أو المكلف يحصل الثواب وفق رأي الشرعي أو الحكم الواقعي؟ يعني تعدلت الليلة حين هذه رجب صار ليلتين مثلا. الحين أنا بس أك سيد، إذا أنت صمت تعتقد هاي أول يوم رجب وطلع مو صدق، الله بيقول له مالك شيء؟ الله بالنية يثيب بدون ما تصوم. حتى لو واحد ناوي يصوم وطرق طارق ما صام يقول لي الله على يدك تحصل ثواب، مو تصوم تالي في الواقع في علم الله غلط أو شيء. لا، عندنا روايات يسمونها روايات من بلغ. إذا ورد رواية فيها صلاة وفيها استحباب مثل صلاة الرغائب روايتها ضعيفة، لكن تقول للعلماء صلي قال صلي لك الثواب، تقول لي لي أكيد قال أكيد، تقول لي رواية ضعيفة قال لأن أهل البيت علمونا في روايات متعددة إذا بلغكم خبر أن في ثواب على عمل وقمتم به لكم الثواب حتى لو كان الخبر ليس كما بلغكم، حتى لو الخبر مو صحيح ليك الثواب. فالمسألة مو على الواقعيات، على نيتك وعلى ما أنجزت. بالنسبة إلى العيد شيخ، لو إنسان يعني فلكيا يرى العين المسلحة يرى مثل العام الماضي يعني، فالواحد يصير في شك شوي يعني، فهل هل الأفضل؟ سيدنا العام فلكيا ما قالوا يرى، الرؤية صعبة. لا لا مو يرى يعني ثبت فلكيا والعين المسلحة يرى، والسيد السيستاني مثلا ما عنده عين، فهل الأفضل؟ طبعا هو لازم إذا قعد في البلد لازم يصوم، هل الأفضل إنه يقعد أو يقطع مسافة عشان يحرز سيد الفقهاء يقولون ليس الشهر الشرعي هو الذي يأتي بولادة الهلال، لا أبدا، لأن الأئمة يقدرون يعطونك الهلال في الشهر بالضبط حركته مضبوطة، يقدر الأئمة يقولون لك من يعطيك 1000 سنة قدام حساب ما تخطأ فيه، يقدر الأئمة. أحيل الفلك يحسن من الإمام، الفلك يقول لك أقدر أعطيك 100 سنة قدام الهلال في اليوم الفلاني متى يولد، الإمام يعرف. هذه شغلة بسيطة في الحساب، كلش بسيطة، لأن الشهر الشرع الفلكي مضبوط، يعني تقول كل دورة هلال هل قد يوم بالضبط وهل قد ساعة وهل قد دقيقة، فتحسبها كمبيوتر في دقيقة يطلعها، فهي مي معقدة. لذا الفقهاء يقولون الأئمة يقدروا يعلمونا على ولادة الهلال، فالهلال عندهم الشرعي مو الولادة، ولادة ورؤية بالعين، يعني ما بعد الولادة بحد يرى بالعين يبدأ الشهر الشرعي. هاي الأئمة علمونا، فلذا ما يصير نعتمد على مجرد ولادة، لازم يرى الرؤية بالعين. متى الفلكيين يقول لك مختلفين احنا؟ ليش؟ قال لنا مي حسابات، هذه شهادات. في مرة كان الهلال عمره 12 سنة جاءنا شهود شافوه سجلنا، أكثر السنين عمره 12 ما شافوه، فإحنا في حيرة، هاي مشتبهين لو صدق. فيقول لك أنا ما أقدر أجزم. ليش ما تقدر تجزم؟ قال لأن المسألة في عدة عناصر، أولا عمر الهلال، ارتفاعه، أي فصل في السنة، فصل رطوبة لو مو رطوبة، لهذا البحرين حظها في الهلال أقل من غيرها، جزيرة ومرطوبة وكل الرؤية تكون صعبة بسبب الرطوبة، وهالسنين ما في مطر والغبار زايد وكل ما نشوفه. إيه على كل حال. آخر سؤال شيخنا، ما هو مناط الاعتماد؟ صار عدة كل حين عن عدة محاور الكلام عن الفلكيين، ما هو مناط الاعتماد على الفلكيين؟ متى نعتمد على أقوالهم؟ الفلكي إذا كانت حساباتهم دقيقة أفادت العلم بأن الهلال مو فقط ولد ولا فقط يرى بصعوبة، يرى 100% لولا الغيم، مثل ما قلت أنا لو يمكث ساعة ونص، يعني الفلكيين كلهم يقول ليه الهلال ساعة ونص بضل جاء غيم وخلانا ما نشوفه أصلا، هني السيد السيستاني يقول افطر ساعة ونص 100% يرى لولا الغيم. تقول لي زين يمكن مشتبهين؟ قال يمكن، بس التجربة تقول ما يشتبهوا كلهم فلكي الأرض،
عندهم حسابات دقيقة صدقت سنين طويلة. الآن بالضبط يقول لك الشمس تطلع هالوقت وتغيب هالوقت والقمر يولد هال بالضبط ما أخطأوا. فيقول ولد لين تولد لين علم بصحة كلامهم. بالتالي مدام قالوا يمكث هالقد معناه نراه لولا الغيم نثبت الهلال. فإذا كان كلامهم يفيد اليقين عادة الغيم ما يستولي على الديرة كلها. في البحرين تروح بس دول مجاورة يرى فيثبتون على المجاور لأن يمكث مدة. فهي عمليا ما صار غيم يستولي على الديار كلها. لو صار بيصير هذا. انتو في ختام هذه الجلسة نشكر سماحة الشيخ خان البناء على هذه الأطروحة الموفقة وذو الطابع المختلف. إعلان المحاضرات السابقة التي نظمتها الهيئة محاضرات فقهية والأخلاقية للحصول عليها التواصل مع الأخ جعفر جلال، وإعلان أيضا غدا آخر موعد للترشح لرئاسة شؤون المرأة في جمعية المرخ. وفي الختام أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.